الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل سلسلتنا عن السحر، وهذه المرة حول سحر تعطيل الزواج. ويتم هذا السحر بأن يذهب الإنسان الحاقد الماكر إلى الساحر الخبيث ويطلب منه أن يعمل سحرا لابنة فلان كي لا تتزوج، فيطلب منه الساحر اسمها واسم أمها وأثرا من آثارها، ثم يقوم بعمل السحر ويوكل جنيا أو أكثر بهذا السحر، فيذهب الجني ويظل ملازما لهذه المرأة حتى يتمكن من الدخول فيها، ويتمكن من الدخول في أحد هذه الحالات الأربع، وهي الخوف الشديد والغضب الشديد والغفلة الشديدة والانكباب على الشهوات. فالجني بين حالتين، إما أن يدخل في المرأة فيجعلها تتضايق من كل زوج يتقدم لخطبتها وترفضه، وإما أن لا يستطيع أن يدخل فيقوم بعملية سحر التخيل من الخارج، فيخيل إلى الرجل أن المرأة قبيحة، ويصنع هذا بالمرأة أيضا، فترى كل رجل يتقدم لخطبة هذه المرأة يرفضها لغير سبب، وإن وافق مبدئيا فإنه يتراجع بعد أيام، وذلك من وسوسة الشيطان له. وفي حالات السحر الشديد تجد الرجل الذي يتقدم إلى خطبة المرأة منذ دخوله باب بيتها يشعر بضيق شديد، وتسود الحياة في وجهه كأنه في سجن، فلا يعود مرة أخرى. وفي غضون ذلك يسبب الجني للمرأة صداعا بين الحين والآخر. ومن أعراض هذا السحر صداع بين الحين والآخر لا ينتهي مع أخذ الأدوية الطبية، وضيق شديد في الصدر خاصة بعد العصر إلى منتصف الليل، ورؤية الخاطب في منظر قبيح، وكثرة التفكير والشرود الذهني والقلق الكثير. وخاصة أثناء النوم أحيانا يكون هناك ألم دائم في المعدة، ألم كذلك في فقرات الظهر السفلى، وعلاج هذا السحر بأن يأخذ الراقي ويقرأ
الرقية على المريض أو على المريضة، فإذا صرعت ونطق الجني يعامله كما ذكرنا في الدرس السابق، وإذا لم تسرع وشعرت بتغير في جسمها يعطيها هذه التعليمات بأن تلبس الحجاب الشرعي والمحافظة على الصلاة في وقتها وعدم سماع الأغاني والموسيقى والوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي وجمع الكفين قبل النوم وقراءة المعوذات مع النفس والمسح على الجسد 3 مرات، ويسجل لها آية الكرسي مكررة على شريط لمدة ساعة، وتستمع له كل يوم مرة واحدة، ويسجل كذلك المعوذات والإخلاص مكررة على شريط لمدة ساعة كذلك، وتستمع له كل يوم مرة واحدة كذلك. ويقرأ لها الرقية على ماء، وتشرب وتغتسل كل ثلاثة أيام مرة، وتقول بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. تطبق هذه التعليمات لمدة شهر كامل، وبعد شهر ستكون بين أمرين إن شاء الله تعالى، إما أن يكون قد زالت الأعراض وشفي المرض وبطل السحر بإذن الله والحمد لله، وإما أن يكون قد زاد المرض واشتد الألم، ولا أقول زاد المرض بل نقص المرض ولكن زاد الألم، فيقرأ عليها الرقية فتسرع بإذن الله ويعاملها كما ويعامل ذلك الجن أو تلك الجنية بما ذكرنا في الدرس السابق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.